أولاً تأثير الرياضة ده أنا بالنسبة لي يعني شخصياً الرياضة هي بتمثل لي جزء كبير قوي من 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 طريقة حياتي. يعني أنا حتى لما بيبقى عندي مشاكل في الشغل بعالجها بأن أنا بنزل أجري وأقعد أفكر وأنا بجري إزاي أقدر أتعامل في المواقف اللي زي دي، بتحطني في مود مختلف خالص. فبالنسبة ليه اهتمينا إن إحنا مارسون القاهرة يبقى بيوعي بأهمية الصحة النفسية؟ لأنه أولاً إن إحنا فكرة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية إن الشوارع تقفل دي حاجة ما حصلتش قبل كده في مصر، وده بداية الطريق إن إحنا الماراثون ده السنة الجاية يبقى ماراثون دولي، عشان تعرف بيبقى فيه تايمينج سيستم، فينفعش في عربيات بتجري حد إصابات أي كلام أي الحاجات دي، فده إحنا بنصوره عشان نوديه للاتحاد الدولي عشان السنة الجاية نقفل شوارع القاهرة كلها ويعمل الـ 42 كيلو. الصحة النفسية كمان عشان ده ماراثون في الشارع حتى مش في كومباوند او حاجه، ففي فرصه اكبر ان الناس تشارك فيه ونوعي الناس اكتر باهميه الصحه النفسيه. يمكن احنا في مصر او في البلاد العربيه بيتعاملوا مع ان واحد عنده مشاكل نفسيه وكده يبقى هو مجنون، ممكن ناس كتيره مننا بتمر بالحاجات دي ومش عارف تتعامل معاها ازاي او بتخاف تروح مثلا لدكتور او حاجه، فاحنا بنقول للناس ازاي تقدر تتعامل مع مشاكلك النفسيه، ازاي تروح لدكتور، ايه تتكلم مع مين، ودي اهميه الموضوع. الناس كلها تحمست معانا بسبب الكوز ده. احنا بقالنا سنه ونص مع الدكتور اشرف صبحي وهو خاطب وزاره الداخليه، وبنشكرهم والمرور اللي هم فعلا تحمسوا برغم ان ده بالنسبه لهم مجهود كبير جدا 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 ومش حاجه سهله، وحاجه يمكن الكالتشر بتاعتنا في مصر جديده عليها ان يحصل حاجه زي كده. فاحنا حقيقي بنشكرهم، وهم من غيرهم ما كناش هنقدر هنعمل 42 كيلو، فهنضطر ناخد كذا منطقه. فبناء على النجاح ان شاء الله النسخة دي هنكرر السنة الجاية يبقى فيها. احنا هنعتبر بالنسبة لنا كأننا هتبقى أول نسخة دولية 42 كيلو، يعني ده الهدف يعني. والله هو الرياضة مهمة بموضوع الصحة النفسية عامة، يعني حتى الجري الواحد لما بيجري بيحس نفسيته بتستريح أوتوماتيك يعني. فزمان كانوا بيقولوا لا إيه العقل السليم في الجسم السليم يعني. فهو احنا السنة دي في الماراثون بنحاول نوعي الناس على موضوع الصحة النفسية، لأن الناس كتير قوي ممكن تكون بتعاني منها بس الناس بتخاف تتكلم فيها يعني. فقلنا فرصه ان احنا مع الرياضه نحاول نوعي الناس بالقضيه دي يعني. الدوله الحمد لله الشرطه معانا النهارده مقفله الطرق معانا، وزاره الشباب والرياضه بتراعي، المحافظه معانا، يعني الحمد لله الدوله الماراثون ده داخله معانا بمجهودات كتير قوي يعني. والله احنا نفسنا نثبته يعني، يفضل في نفس المكان ويبقى بكل مره احسن من اللي قبلها يعني. احنا نفسنا الماراثون ده ان شاء الله كده يبقى دولي والناس تجيله من بره، ويبقى بيجيله 10-20 ألف واحد في البلد، والبلد كلها بتنزل تجري فيه. فان شاء الله ده يتحقق في يوم من الايام يعني.